أفلم أو أسلم منهن معه قبل دخول أو بعد إسلامه في عدة مباح فقط. هذا اللي قلت يا وطاع وانيا منهن اللجنة كان معه وهو غزيان أو أسلم معه قبل دخول أو بعد إسلامه. أقل لجنة كان لقوت يا وكا إيماني هنا فيش دخول يعني خير دواي أو بعد إسلامه والله لا عدة وانيا يعني دواي إسلامية كيف يا وكا وانيا إيماني هنا والله لا عدة مباح فعلي أسلم يعني فذاني أسلم مباح يعني أن زيك مباح لجنة كان أن زيك جمالك مباح لجنة كان لأن زجمال مباحك تشوهده زاني مثلا بيك هذا دجني هي شو يعني إيمان يعني لقال فيها وقع زاني لقال فيها يعني دواء إسلامي تيب فيها وقع لا إدعاء زاني شو يعني جماعي كم باح لقال فيها وقع إيمان يعني هنا يعني دواء إسلامي تيب فيها وقع لكان في إدعاء زاني شو نه إذا ولم يكن تحته كتابية زاني كتابية تون إذا لجني كاح فيها وقع شان إيه كتابية زاني كتابية لجني كحنا ياخد ما ديار ايتر مثلا بيني كابرا مثلا بيني ده انا جني مجوسي هي زاني ده انا جني مجوسي هي شوال يعني قال ايمان يعني هنا زاني او ايت النكاح او شوال بردام اي زاني يجب او شرط لجني كح يعني لجني كح كتابية انه شو كتابية بيت او كتابية هل ايمان هنا هنا يا بني كح بردام كده زاني ايش باو شرطه لجن نكاحك ابرفعت نبي عفتي هلكتي نبي شو اگر عفتي هلكتي بيت زاني اگر عفتي هلكتي بيت او نكاحك او حساء او كريت او نبي نكاحك هاو مشيتو زاني مثلا بيجين ام كابرا انا تدجني هي دوائن كتابيا هشتا مجوسي لم هشتا زاني لم هشتا شواليا إيمانيا لقاليا زاني إذا أود دو كتابيا كان الحساء أوي لم مجوسي أنا دوائن فاين تخطى زاني دوائن فاين تخطى شو نقول أقول له دوائن تري هي تعين أو جمال مباحة نكاحة كان واجب أقرر لسي يعني وقل إيه أوانا بنكاحة كان بردواء من طول زاني نكاحي أوان أو جمارة مباحة كشوارة نكاح زاهنة به تعينة به جا واندفع نكاح من زاده زاني واندفع نكاح من زاده يعني مندفع أويتو نكاحي زيادة لسر جمارة مباحة هيوانية؟ نعم أي شيء وإن أسلم بعد العدة وإن أسلم بعد العدة أذر أو جماعة تيتل أذاني أذر طاعي أسلم بولا من زادك أذرته أذاني من زادك أذر زيادة لترجمة لمباحة أواني الإيمان يعني هنا دواي عدة أذاني وإن أسلم ولا من ذلك هذا تمام يعني وإن أسلم شو في أوه هنا أخوي يتأخر إسلامه عن إسلام الإسلام أو من ذلك عن إسلام الزوج زاني أجل وإن أسلم بعد العدة
زاني بارك. اه إذا تباشر كذا وإن أسلم بعد العدة أدر أو من زاد مثلا تدرج اللي مجوسي هي شوية أن لقال قراء إيمانيا هي ناوة أو الشكاتري إيمانيا بلانكي أو الشكاتري إيمانيا هي ناوة دواي عدة زاني دواي عدة جاوز خبركي تيجي فلا تعينه زاني واسه هذي وإن أسلم بعد العدة أجر إيمان يعني هنا جات اللي تجمعنا مباحكة أو أنت تجمع يعني هنا دواء عدة لتأخر إسلامي عن إسلام الزوجي زاني لبدوى خوتين إسلامي أو جماعة لإسلامي في عوكة تيج دخول وأنية تيج دخول شون إسلامي أو مجموعة إسلامية كان دوا فوتو ولا إسلامية في فيها وفاة هذا من اشتراب وش مراسة فيه هو غايته ما واندفع عن نكاح من زاد وإن أسلم بعد العدة هو غايته هذاني إذا مندفع وأبيته نكاح من زاد إيوانية أو شو شكيت النكاح هلا وشيته وقول إيه النكاح وان وانية وازنا قرد فريق كاوكا بو نكبو يعني وإن أسلم بعد العدة هل حالي يريد هل شان دواي عديش إيمان بيرن وانية هل شان دواي عديش إيمان بيرن بو لتأخر الإسلام عن إسلام الزوجي قبل الدخول أجي اشتكى فيش دخول بو بيشون كي دواك أو توس هذا إسلامتي أو زماعة آفة فلا إسلامتي فيها وكيان فيش دخول شون كي فيش دخول أبي اشتكى معيتي في ايوانيا اذا كاتو دواي اذا دواي دخولي جوا حتما لا عدا ايوان بيرن او عن العدة وانيا شو كفيش دخول اسلامي كان دوا كوتوا وانيا وفر دي وقت دواي دخول اللي جنان كربي وانيا ايمان يعني هنا فهذا لا عدا تفرلوا كانت عدا ايوان كان هنا وزاني او عن العدة اسلامي كان دوا كوتوا يعني ما قول لا عدا دوا كوتوا أما لو أسلم المباح معه بعد الدخول فلا يتعين أذني؟ أما لو أسلم المباح معه بعد الدخول فلا يتعين إن أسلم من زاد أو بعضه في العدة أو كان كتابية أجل أن هذا مباحك كتوارجنا معه لقد في وكا إيمان ينهينا دواي دخول دواي دخول هل لقد في وكا إيمان ينهينا أو فلا يتعين حبيبي أوانية كولا يتفق أو شوارجني أو كابرا ثاني شاهد أو كانت لا دائما هنا جاءت وقول إسحاق سبكي أوانية تبدأ جني هي اللي قال خويا شوارج مانية أوانية دشاء خذ أي وقت كات ما وصل شاهد لا عدا أوان تيجي مانية هنا أوانية أجا جمالا مباحك قبل شوارج عفريت اللي قال في عكا فاش دخول إيمانيا هنا أو فلا يتعين يعني كاحي فقط أو شوارج وازنا قالت في عكا وانيا إن أسلم من زاد أو بعضه في العدة وكان كتابية وانيا كي وازمنا إن أسلم من زاد أجل من زادك أوان يترجي من ينهينا أو بعضه ين بعض تلا من ينهينا في العدة تقيد أبوها تلا يعني إن أسلم من زاد أجل همو تر أوان يتر لعداء من ينهينا غير بشكي تلا من زاد وانيا لعداء من ينهينا أو كان حتى كتابية شاهد أم كابلا أو مثلا شاهد أم كابلا بلا مثلا كتابية لجن كحيا به يعني هو شاهد ولا لا لا كتابية لي شيء به يعني هذا حلو شو هنا ماشي هو يسأل كاتنا مثلا بوخ انتخابك مثلا اللي قال خويا شو أنا ماني هنا ولا قال خويا مثلا دواعي لمن لا عدشة أو شو شكل تيجي ماني يلد إذا أم كاتا أبي كبر بوخي انتخابك يعني أي شيء يا مثلا بين شو أنا إيمان هنا لو مثلا دو دانها كتابية شيء هي لقى أبي بوخي انتخابك لو دو كتابية هي شو أنا تري شيء هي بوخي انتخابك هنا ويانا يعني هذا حالي من السنة هذا
وإلا تعين ولا أجا أبان تر إيمان ينهينا همو ينين بعضك يعني كتابية نبو وإلا أن تعين مباحثة أيتر نكاح هذا برداو أو نكاح يعني وانيا أو شوارع أيتر مجنون وكذا لو أسلم مثلا إذا ما وصل بحر شيء ما نزل بحر شيء أو معناه سكفي أو كلا بلا إيمان بينه إذا حد بقول دولة ثانية فرماتها شال لبلاش مكان إيمان بيرن وانيا مثلا أو حواطانة ولا بلا أبو بتفصيلي بو أو كفي أو كلا بلا إيمانية أنا بو في أو كلا شاك إيمانيتي إسلاميتي في أو كلا كذي تفصيل يعني إذا وكذا لو أسلم المباح ثم أسلم الزوج هربو دولة ثانية أجر جمارة مباحة كان وانية لبلا إيمان يعني هنا فاشان زوجك لا عدا إيماني هنا وانية فاشان زوجك لا عدا إيمان بيري وانية أو مباحة كان لو قرأ أخي فإن المباحة يتعين وانية مثلا بوان كابا دجني هي ما موسى شو أن إيمان يعني هنا لا عدا أميني في عوضة جماني هنا وانية لا إلو أبيني في هواك إيمان يني أو أي تجمع على مباح قوانين يعني كوا إيمان هنا و إيمان هنا و لقاو في هواك عمينه هوا أنت نيك حكم كل أي تر فتخو أريده هوا نية إيشي فانك عدة هي فري أي تر أبيش هذا ناتواني هوا نية كعدة هي فري هوا نية أو أقصد فقط تقصد كثيرة أفرمي أو أسلم على أم وبنتها حال كونهما حالة كونهما كتابيتين يوضع أقل في عواكا إسلامي هنا في عواكا إسلامي هنا لسد داشي فكشك فأني أنا هم داشكي أضغل أجنبو بيت هم كشكيشي حالة كونهما كتابيتين زين نحاول كنا هم آخرتك أو ذاكرتك هم سكر هذه هم كتابية زين أو غير كتابيتين بلان وأسلمتا حاضرين يا مثلا كتابية نو المجوسين بلان إيمان ينهي نو لقل في عوكا زين أو أسلمتا قيدي هناك كتابيتين غير كتابيتين زين هذه كان كتابية بن كان كتابية نبنو إيمان يعني هنا ولا قال إسلامي في عوكا إذا أود شايلي فإن دخل بهما أو بالأم فقط وأني أجر دخولي كذب هذك يعني فقبل ذلك ك أو حرمة أبدا هذك يعني بأبدا لس حرام يعني بو البنت بالدخول على الأم شو كده دخولي كلا سدائك ك وأني شكل بو اللي حرام قاري شو كده دخولي كلا سدائك ك كخصو كيدي إذا كبو ولا بالعقد على البنت ثم بمجرد عقد لس بنتك وانيا ثم كش بمجرد او كعقد وكر ذلك كش حرام غريلة وانيا اما بناء على صحة انكحتهم بناء بوك بفرض اوك بلا نكاح الكفار صحيحة بناء بفرض اوك يجب مجرد عقدك وانيا بناء بفرض اوك بلا نكاح الكفار صحيحة وانيا اذا ليش قال بكين بوك بيج النكاح فاسدة عليبي نكاح يعني فاسد أو هذا أجل توت إيشوبها يعني هو تبيجي أم كألا بوت إيشوبها شوة لها يعني عليبي حشتك ثابت أبي يعني حرمتي أبي تيان أنا قال أفهمي حرمة أبنا ولو قلنا بفساد أنكحتهم وانيا شنو قال نكاح كيش الفاسد ببيت أجل توت إيشوبها لأن وطأ كل شبه وطأ كلين بشبهتين شنو قال بشبهة شبهة لها هذه المعنى وانيا يحرم الاخرى يعني انت بوقت شبهه شدابني وانيا لا ولكلين المسمى ان صح والا فما هو المثل هذا النكاح قد كان بوقت صحيح هو مسمى انا جاتي اجريش قاصد زبيد ما هو المثل والا بان لم يدخل بواحده منهما اجل بهيش كام لو دود انا اخر دخولي نكربي او دخل بالبنت فقط او فالام او فقط ذلك هيك وحرام جري حاضرين زمان شو نه؟ بهش كان لو آخر سنة دخولي نكربين
نشوت لا ذاك نشوت لا كشكي يعني يعني شو بتلاك شكا أو فقط ذاك شكا سوى حرام على رب التسليم دون البنت وانيا شكا لي حرام لا قرن يعني تحرم أبدا يعني ذاك شكا ذاك شكا بأبدي لسلا حرام قرن بو بالعقد على البنت وانيا شونك عقدي بسطو على ذاك شكا وانيا بناء على ما برا ثم مجردي أقتك وثمان لبلا وانيا ذاك شكا لسلا حرام بي. هذا حديث هنا. قلنا على ما مر. رأني ما مر. أو أسلم على أمة. ما خسر شيء كذا. أو أسلم على أمة أسلم معه قبل الدخول أو بعده أو أسلم بعد إسلامه في عدة أو أسلم بعد إسلامها فيها أقر النكاح إن حل له حينئذ زين هذا في عوك إيماني هنا لسال أمتيك هنا وقت يقول هذا في عوك إيماني هنا لسال جاريك إذا أمت جاريك أسلم معه قبل الدخول إيماني هنا بجن فيها وكيا أمتك أيش كيف دخول أو بعده يعني دواي دخول إيماني لقال يا هنا بيت يعني حوا يعني بجن أسلمت بعد إسلامه في عدة يعني إيماني هنا بيت أمتك لقال إسلاميتي فيها وكيا لا عدة إيماني هنا بيت يعني في شمانه كيتو أسلم بعد إسلامها فيها يعني فيها وكيا لبلا أمتك شو إيماني هنا بيني بشوين يا فيها وكيا إيماني هنا وهلا عدة أو أخر النكاح نكاح هذا بالدوام أكلي مانية أي شيء ثم قال لا عند وشتي نفر على أيان أجب فيش دخول بوبل لقلا معي تكبو مانية نكاح هذا أبي إن حل له حينئذ أي حين اجتماع الإسلامي مانية أو نكاح هذا جيجي لكري مانية قدر أو أمتا حلاوة لبوكي لبوكي عوكي هذا النكاح أما تبو حلاوة حين إذن يعني حين اجتماع إسلامي لو كاتاك وافك وإيمانك مثلا به إيمانك يجد يعني شاو لب فيشتن معك بجوادة فيش إسلام شاو لب كبزان أيا لو كاتاك وأما مثلا هنا وي أيا بوي حلاوة بوك أما تبيني شاو لك هاتي إسلامتك أقل لو وقتاك وافك وإيمانك كان هنا وي حاضرين بقى فيها كيف فقيرة مثلا تواناي مهرية حرية كيمية خوفي عنا توزينا وشتيبوا على لو كاتا هذا هو يتبوي حلالة أنا شعر اللي فشتنا كلي حين اجتماع الإسلامين يعني لو كاتا كوا إسلاميتي أو دوانا فيك أخرويتو هذا بي جمهوريتو لو كاتا هذا بوي حلالة أما زيقيلة كلي أقول حلالة يبوي لو كاتا في عشي دولة بنا وتسي زينا ينية ويان دولة كتابية هيو هذا بي اشتكي هي ونا بيتو كأن كان عبدا أو معسلا خائف العنتي بمجونا مثلا عبد به شونك أقل عبد به عبد الشرائط مية تباني ما تبيني يباني أو حقي خلية هو كفية حرنية يعني بمجونا فيها كي فقيرة وخائف العنتي شه خوف ومترسي زناي هي واني لكاتي إسلامية كتا لأنه إذا حل له نكاح الأمة أقر على نكاحها شونك ماذا بوي هي كوا أمة بقوازي مقر أولى نكاحك وانيا فإن تخلفت عن إسلامه أقل أو أما تدواك لإسلاميتي فيها وكي لعدة عدة تبارو هلا إيماننا هنا أو هو عن إسلامها يعني فيها وكي دواك وانيا لإسلاميتي أمتك فيما ذكر يعني لسورة عدة أو لم تحل له إن دفعت يعني بوي حرام نبي وانيا نقضيش يا إيماني هنا ولا أبني بوي حرام نبي شمتي عليك دولة من أبوخي كتابية يا أواشتكي هي إن دفعت أو من دفع أبيت نكاحي أمتك إيمانية أو أسلم سلتي كتير أو أسلم حر على إماء أسلمنا تابلاكي حر شن أمتيكي هي إيشا تدعنا أمتي هي أزاني يابكي حر إيماني هنا لسر نكاحي شن أمتيه إيمانية وقتي خوي كاتي خوي شن أمتيكي هنا وإذا أم أمتانا لقل في عوكشا أسلمنا كشن إيمانية كما مرة يعني معه قبل دخوله وبعده
أو أسلمنا بعد إسلامه في عدة وانيا إيمان يعني هنا لكاتي إيمان يعني إيمان بيرن يعني بعد إسلامه وإسلاميتي في أوك العدة يعني في شوانا أسلم بعد إسلامه فيها وانيا في أوك إيمان بيني بشون إسلاميتي أمتا كان فيها العدة وانيا أو اختار منهن أمة فقط يكتنى أتفل اختيارك وانيا يجي لأما كانت واني دانية انتخاب تاتو هل بجيري إن حلت له أدش أمتا وانيا بمزوري أقل أما تيبو حلال به وانيا حين اجتماع إسلامه ما وانيا لكاتك أنا كوا أو أما اختيار أكا أمتا يجي دانية أتواني اختيارك أو دانا كوا اختيارك اختيارك أبي أما تيبو حلال به وانيا أو أما تكوى انتخابيك أبي أو أما تبوي حلال إذا كانت كان كوى إسلامية كان في توجه مويته وانيا أخوانا فأم أفلمحي إن اجتماع إسلامه ما قلاني داني هلتني أو دانا كوى حالي أسني لكانت كان كوى إسلامية كان في خرب وصو وانيا لو كانت أو يبو حلال أقوم من هذا أفلمي إسلامه النه علي بي ذكرت الجمابون الإسلامية قشتيا زاني أو بمجموع شغل النزارة أجري إذا ما قول يصل اعتراض ليه لي أجري زاني شو أنت ماشى كمان مسا إذا زاري واهية أبيني للسؤال تكرر كلام أم تبوي حلالة أبيني فيها شيء جاهز يا ترسي زناي هي أو بوي حلالة زاني بلانك ام يبو حلال بو مثلا اجا داني كتري ايماني هنا بشويني انا مثلا اما تاكت ايماني هنا لواني لو اخذ الله من بي تا او مثلا ايمان بيري لواني ام كابرا تغيير كيوتنا زندگي معيشة داكي شاد الله من كري مثلا تواناي او يبيت كواب روا حرية دفخة او انا توانا او قوازي او يعني انتخابك ها اي حين اجتماع إسلامه ما لفات كان كوا إسلامي كان في توخر وانيا جمع ويته لأنه إذا حل له نكاح الأمة حل له اختيارها وانيا شو كانت بوي حوالك وأمة القاضي أشتواني اختيارك وانيا وقت الشرع إجازة كذا كأمة نكاح فأشتواني اختيارك وانيا فوقو اختيارك أشتك أماما إذا فإن لم تحل له حينئذ اندفعت وانيا فإن لم تحل له حينئذ أجر بوي حلال نذك وأمة القاضي وأني حينئذ يعني حين اجتماع إسلامهما وأني ومن تطيع أبيته من بيوت رد الله من كبير يا خوفي زينا مشتين لي وأني أجر بوي حلال نذك لفاتي كان سواء إسلامي تكان جمع بوصو شاء الله فيك بإيماني مثلا أمة إيماني هنا ولا قليا يعني أمة كان إيماني هنا ولا قليا وما بين لو كاتاك وإيمان يعني هنا يا شندان يا حكي أبين يمكن هذا دولة منه إذاني إذا فلو أسلم على ثلاث إيمان ما مصا أما تفريعك أما جوانا فلو أسلم على ثلاث إيمان أقل أم كابرا إيماني هنا لثلاث أمته سيدان أمته هي وأني بوت مصمان فأسلمت واحدة وهي تحل له تحل له حاضري أبيني كلام أما تعالى لقى في أوقات إيمان ينيت أبيني إذا وهي تحل لهش بوش حلال أبيني كأم في أوقات إيماني هنا وأبيني لقى الخوي ثاني كان إيمان ينيت لحالك أنا بوش حلال أبيني لو وقتك أما إيماني هنا وأم في أوقات فقيرة توانا أي ما عليه حريني خوف عن تشتهي هيا أبيني أما فقام بوش حلال أبيني فاشان بشوين يكهمينك ثم الثانية فاشان دوهم يك إيمان ينيت وهي لا تحل له. فلان كذي لو كاتاك أو إيمانه نبي حلامه.
بوشي يبيني مساد والله من بوه يعني تترسي زينيني جندانيك هي وهنية ثم الثالث فاشن يبيني مثلا سهم يكاش يماني ينيت وهنية وهي تحل له يبيني أبيش بوه حلالة هل يبين أبيش يبوه حلالة هل يبين أو إن دفعت الثانية وتخير بين الأولى والثالثة زيني أود دوهم يك من دفع أيده، شو كدوهم يك لكاتي كان كوايماني هنا وبو حلال نبوة، بلان يكهمين وسهمين بو حلال بوة. الله. هانسا. يكهمين وسهمين لكاتي كان كوايماني هنا بو أنك بنا حلال بوة. هبيني مثلا شرائتي أو يبوة فأما تقاضي. واني أود تخير بين الأولى والثالثة، واني يك كان اختيار لكاتي يتدوهم يك من دفع أيده. الله. واني. لأفن فتعبيري بما ذكر أو لا من قوله عند اجتماع إسلامه وإسلامهن شون أو إسلاميتي قشت عن بشكة عقلي حاضري أو إجماع يعني إساء شون أو اشتكب مجموعي ما مثلا نزل عقلي مثلا إجي مثلا يسبب في كلامي من هذا الرسل في شو أبدو هم يكشبوا حلاله، عظيمي. أبدو هم يكشبوا حلاله، شو أو لكل إنسان تكلم ذلك عليه. بلا أم لقدر تاك هل كسبوا خوي، عظيمي. زف تعبير بعض كذا أو لا من قوله عند اجتماع إسلامه وإسلامهن، عظيمي. عبارتك إما بوشي وجوان تلك أو لا تلك فهو عبارتك من هالسياق من عند اجتماع إسلامه. لكاتك نفوا إسلامتي في عرف الجماعة لقول إسلامتي نكانا، زاني. لخوار آخرين من أو هنا بجارين قوله أولى من قوله ثلاثة كر أفهمي أن كلام الأصل يقتضي حل الثانية كلامي من هذا المقتضي وثاني كوادهم يكشبوا حلاله ثاني لأنها حال إسلام الثالثة تحل له ثانية شون لكاتي كان كواسهم يك إيمانهن أو حلاله ثانية يعني لكاتي كان كواسهم يك ثانية يعني بيجين لكاتي إسلام هنا نهمو يانا بوي حلال بوه لا عادي لا أي فيصدق أن الثانية تحل له عند اجتماع إسلامهن وإسلامه يعني كلامك أما قريته بغي دوهم يكشبوا حلال بيه عند اجتماع إسلامهن وإسلامه بولي أن الفرض أنه حال الله لأن الفرض أنه حال إسلام الثالثة كان معسرا وانيا الفرض الوثاني كما لكاتي كان كوارثي هم يكا إيماني هنا وانيا معسر بوا وانيا شو لكاتي كان كوارثي هم يكا إيماني هنا معسر بوا وانيا دو نفسي ودرس أو إسلام ذي هم يعني نظر عقلي أذاني كل كاتي إسلام هنا هم يعنى وأني فقيه يجب من هذا بو شبارات يجب وقت السهم يكبو حلاله ودوهم يكجبو حلاله يعني من هذا بو يجب وقت السهم ما دام سهم يكبو حلاله حتى بلا دوهم يكجبو حلاله يعني شن او إسلام شن او قشت عن فكرة من الجلال ممكن ممكن هو في المنصة عند اجتماع إسلامه وإسلامهن ده اجتماع إسلامه وإسلامهن كيه زمانه كواسيهم يكا إيمان بيرد
زمانی که وقتی آقای ایمان بیاد لگو همویانه، زنی. در زمانی که وقتی واسی همه که ایمان بیاد، خود زمانی که واسی همه که ایمانیه نه و سی همه که بو حلال بود، کباب آقای تریش بو حلال. زنی. آقای چای دیگه. زا و ظاهرون و ظاهرون، انه لو لم يوجد الحل إلا في واحدة تعينة وأن يأذى حلال يتسدس نسوت إلا ذنكيت يا نبي وأن يأذى هذا كان إيمانيا هذا هو تعينة أما غير الحر فله اختيار سنتين شونك عبد أوهر حقي خويا فأنا دوين خير وأن يشبايتي مي جاء أو أسلم مقصر كيتر أو أسلم حر على حرة أصلح للتمتع وأني وإماء أبنك أبلا حريك هيا وشن أمتيك هيا وأني أم في أو إيماني هنا لسل حريك وشن أمتيك جا حرتك تصلح للتمتع مع موسى بصلح يبو التمتع وأني جا وأسلمنا أي الحرة والإماء كما مر هم حرة فهم شن أمتك كان لقد إيمان بيرن وأني كما مر أي معه قبل الدخول أو بعده أو أسلمنا بعد إسلامه في الزوانية أو أسلم بعد إسلامهن فيها أو تعينت الحرة للنكاح. أبيانات لقال يا أمين تو حرتي وأني بو لأنه يمتنع نكاح الأمتي وأني الممنوع نكاح خواتني أمتان لمن تحته حرة بكسكوا حريها به وأني ويش حرية تصلحه أصلح بو تمتع غاني كأو فيمتنع اختيارها وأني ناتواني اختيار ينكاو ممتنع إجاء وإن أصرد الحرة أبيني أما كان إيمانيا هنا وحرك إيمانا هنا زني وإن أصرد الحرة حتى انقضت عدتها اختار أمته زني أجر حرك أصرت سوره لسر كفر خوي أو نسوا تاوك عدك تأفر أو أتوان أمته اختيارك أمتك وإن حلت له زني أجر أمتك أبو حلال لو كتاك أمتك إيماني هنا و زني لو كذا شرائتي أمتي بوبيت زين نكاتك أنا كوا أمتك إيماني هنا ولا قال يا هش لهش وقت كذا لو كذا شرائتي أمتك خواتني بوبيت إن حل له كما لو لم تكن حرة زين وقت شن أمتي اختيارك وقت شن مثلا لسورتك أنا كوا حرة نبي زين يعني وسأو سورتك كوا حرة نبي وقال أنت قرمناك أما تأخذي أنت يعني وقت لسولتك أنك حرنا يأتي أما تأخذي أنت يعني لسولتك شأنك حرك أخي إيمائنا هنا يعني أشد أنك أخذي أنت كعبيتم فوق طوال وطوال كعبيتم فوق طوال وطوال طوال بو لتبجني بو شي حرك هنا بيته وقبل أنك أحسف أسخوا بيته مندفع بيته لتبين أنها بانت بإسلامها كنت أشتكي أشكل آية حركة خوي بائنة بوتو بإسلامية في عوكي وأني إيماني جينا هنا وأني إيماني هنا تأخو عبتك شتية بعضي هذا بائنة بوتو هذا شو أنا إذا ولو أسلمت أي الحرة وعتقنا أي الإماء ثم أسلمنا في عدة فتحرى إلى أتبأ متينا منا وكو حريان ليك إجا حرك إيماني هنا أمسى حركي هشان أمتي حرك إيماني هنا لقوليا إجا وعتقنا الإماء هذا يعني حلاي أمتى كان كإيماني أن هنا وأعزالي أنك أعزالي أنك بشوين إتقاك عشان إيمان تيرن مثلا لعدة عتقنا أي الإماء إماء كانش أعزال ضبن ثم أسلمنا باشا بشوين إتقاك عشان إيمان بيرن هل لعدة نرى عدة تبري أوفق حرائر أصلياتي ماكو حريتي أصلياني درجيتي أما يكو حرر معنى أمزر فيختار ممن ذكرنا أربعا لو جنانا كباباس مان كذن أو حرر وشان أمتا شوية عندي هلا بشيء أما إذا تأخر اتقوهن عن إسلامهن وان قاعد اتقتان دوا قبل إسلاميتين لبلا إسلامهن وقاشا آزاد كران فحكم الإماء باقي وهذا أمتي أمينه هذا يعني ها فتتعين الحرة إن صلحت أجر حرك بصلحي حرك يا خوي أو حرك بدمام لك يا أمينتو بصلحي يعني بمجولة
يعني عدا كيتي نفريبي مثلا الصور نولي سكفر كي زاحر في أخوي أصلحيه ماني وإلا اختار واحدة منهن بشرطه وإلا أجرح حرك يا أخوي نصلحي من جولة أبيش إما إنه هنا وثاكو عدا وشتي فريبي أو داني لو أما تانك وأو تأيس حرني ماني داني كان لي اختيارك ماني يشتي يعني لو شرطك لو كاتابو يحماه يشتي ماني إذا أخلمي لباشا مثلا إذا بحثي أمانة المثلا أجل إتقاط بل إسلام بوبين يعني إسلامية تكدوى إتقو بدوانية لباشا أجل إتقاط إسلامية تكا ليك أنا يعني إتقاط من برعنبر بوبين والظاهر ظاهر هو أن مقارنة الإتق لإسلامه الناس تقدمه عليه يعني ظاهر هو كبرعنبر بوني إتقاط لبو إسلامتي أو أفرتانه أما ك لا يك أنا وأني أعزاز كلاب نومة إيماني شان هنا به ظاهر وعلك تقدمه عليه وكو كيش كوتني إتقاط وعلى بسر عليه إسلامي تكهنا وأني وستي وسأو صورتك وإتق كيش كوتني بس إسلامي تكهنا وأني وكو حري أصلي عن درجة وأني وسأو صورتك تقدمه ولا إتقاط أزرته عليه بلا إسلامي تكهنا يعني لو فرق أصلي وانا إذا ما يشونه إذا أو التوام إذا كمان مثلا إذا تتساق سائل كتير أما كتيجي مثلا يجي اختيارك انتخابك شون اختيارك يعني الفاظ اختيار شون الفاظ فشي اختيارك مش لنا يجي والاختيار أي الفاظ الدالة عليه صريحا يعني اختيارا أو الفاظ يعني كواد الآب أتنسى الاختيار هالشنين يعني بصراحة وكوشي وكو كاخترت نكاحك من هذا او كافيت يعني ليس ولدت يا اخو ماشي كاخترت نكاحك يعني او نكاحي ثم اختيارك او ثبتته يعني ثبتت نكاحك يعني نكاحي ثم هشت ولا بخوما هذه ابي او بيجي اما انا صريحا يعني كنايه يعني بكنايه علي كاخترتك اذا نكاحك اللي قال النبي بلان بملغزة اراده نكاحي هذه ابي شوف هنا في رسي بنية ثانية يا أوي أمسك توكي وانية توم راجل لدى الخومة توم هشتا وعواشتين أو ثبت توكي وانية ما أمسا بلا تعرضين للنكاح وانية روشة تكوى تعرض إشارة للنكاح كالنكاح أنا بلاحظ زاوية كتناية وانية يعني بلا تعرض يعني هل تنتعرض على نكاح كشنكا هل أبيتو لفظي اختيار مالان اشتكى كناية هذا يجونا إذا وذكر الكافي أو كافة من زيادتي هذا يجونا كافية كاخدو كافية ناوتو كاخطبت نكاحك كاخطبتك كافية كم لزيادة خومة هذا يجونا إذا كافة كي دوبارة كردوالتو لخوالا كاخطبتك أمسكتك اجي وكررت بويا كافكم دوباره كتوتو اشاره او اشاره بالبلايك الى الفرق بين الصريح والكنايه هذا يعني بو كاف فاصله انا ها ثانيه دوله تبو صريح دوله تبو كنايه بويا كافك اكراده كاتو لو بينه بقول فاصله يعني فاصله انا ها اواني برن بو صراحه ويتو اواني دوين بو كنايه هذا يعني ولا تعرف كم جو فات كل وتو تعرف إشارة بالبلاي أو كفرق هلا بين الفاظ الثروخ كناية إذا ولا يختار الفصخ فيما زاد على المباح تعين المباح للنكاح يومسا هذا أجل اختيار فصخ كر فيما يا فيما زاد على المباح وانية اختيار فصخ كر للنكاح زيادة الأجمال المباح وانية أو تعين المباح للنكاح فاني اختياري فصخ دجني هي فاني دجني هي وبين كشان إيمانا هنا أبيني للنكاح زيادة اللي ترجم على مباحك اختياري فصخة أبيني ششان فصخة فشوان هوسني فاني تعين المباح للنكاح فاني هذا حاضر شنو؟
يجي وإن لم يأتي فيه بصيغة اختيار. هل كان لما وضع صيغة اختيار كيجنا يجي دي أو ديبي شو كان فسقوها كاركو إيتت شوالي إيشي هل كان اختياري شوالي كي تلجنا كا وقت أو شو شكيت فسقوها كاركو منزل ماني ديار منزل وثاني كمان شوالي مختيار كده وانيا هل كان يعني وإن لم يقل فيه هل كان صيغة اختيار كيجنا جوانا وباحا كان يجي دي كطلاقين إذا كاخترت نكاحتي كطلاقين حبيبين لا كطلاقين أكثر بس أو غير ذلك يعني طلاقيش وأني تسري حكي شكينا كل الفاظ اختياره وأني إذا دجني هي شو شان طلاق يعني أنت ديالة منزولة سانك أو شوالة مختياره وأني نقطة شو شان طلاق نعم وانا اشتوا ابو يشوف طبعا ما مثلا هذا جني هي شوية انطلاقة يتوا بيت يتجي جوز نيدا ما نصر ما تقول اخو اواني بجوار شوية طلاق دارة وان شوية تختيار كان يعني شوية يعني انتخاي بوها شوية طلاق دارة شو انطلاق يعني شي طلاق يعني اختيارك وطلاق يعني يعني اختيارك لكي انت طلاقي دارة واني شو انطلاق هو شو اختياره هذاني يعني طلاق وصي اختيار يعني شيء انت خاطر فطلاق هو وصي اختياري كروي انت جماعة طلاق هنا فين اختيار لا انت اختيار كان مزيد وصي زي سيجي كطلاق صريح او كناية حالي طلاق صريح كيف سكنا كل الفاظ اختياره حالي جونا يجي ولو معلقا هل كان طلاق هذا طلاق كي تعلق كي شوية يعني تعلق كي تعلق يعني مثلا ان دخلت الدارة فانت تعلق ماشي فإنه اختيار للمطلقة يعني شو طلاق ثاني جن حل بجاردني جن طلاق برا وكيه طلاق ثاني جن حل بجاردني جن طلاق برا وكيه يعني وقت طلاق كده يعني وقت طلاق كده يعني هاي تم اختيار كده طلاق كده يعني ماشي بس طلاق هذا جوزينه كمان بيتو لأنه بوتي طلاق اختياري واسع لأنه إنما يخاطب به المنكوحة يعني شو نجني نكاح كراو بطلاق يعني بطلاق خطاب لك أكلي لجنة كمان نكاح كراو يعني إيشي لجنة كمان انتخاب كراو نكاح كراو يعني إيشي شو نجني نكاح كراو كبطلاق يعني بطلاق ده خطاب إلى طلاق أكلي إذا فإذا طلق الحر أربعا أجل فيها بك حر شوارد أن نجنا كان انطلاق ذا انقطع نكاحهن بالطلاق حبيبي واندفعت الباقيات بالشرع أو تسمى خفي إذا في عليك حر شوارد أن نجنا كان انطلاق ذا نكاحي أو شوارد بطلاق هذا إذا قتل وانية هذا نكاحي أو شوارد وقول إذا أنت أو شوارد أو شوارد أنت خبكة أو أنت لي أو شكيتي ناس وانت خبكة واندفعت الباق هذا شو جوزين هذا شو وطلاق ثانية واندفعت الباقيات الباقيات إيش اللي مندفع وقته والشرع والدستور الشرع هذا يبي ماشي يعني بقول لك النكاحي أواني تريش ثانية خد بخد أواني تريشي النكاح كان لغوا وقته والدستور الشرع هذا يبي النكاحي باقي تري لغوا وقته إذا ما تنتخب يعني كذا زين كنا يعني شوية وطلاق أواني تريش والشرع ماشي بالتلاقي بالشرع إذا لا فراقين أصل بصة طلاقين وواني لا فراقين بغير نية طلاق حاليني إذا فراق فراق لألفاظ طلاق نية شيء فراق لألفاظ شيء اختيار نية بغير نية طلاق ما دام نية طلاق إلى قلانه فراق كمان يطلاق في الأغلان نبي حبيبي الألفاظ اختيار يأخذ طلاقه للألفاظ اختيار يجي فراق للألفاظ طلاق الألفاظ اختيار نية ماذا يأتي طلاقي للأغلان نبي حبيبي هنا بيت اختيار مثلا يجي فارقتك حبيبي فارقتك يجي فارقتك أردت من شاكر لكم حبيبي مادام يأتي طلاق النبي نعم يأتي اختيار ثانية ايشي
بولي أنه اختيار للفصخ فلا يكون اختيارا للنكاح. عارفين؟ شو نقول فراق لسياغي فصخ ما مسا لسياغي فصخ النكاح. عارفين؟ نايت اختيار النكاح. زين؟ الألفاظ شيء. الفاضي فسخ نكاح نكاح يعني في فسخ غيره أو جوا لوزانة نكاح يعني في فسخ غيره فلا يكون اختيارا للنكاح ما يتو اختيار النكاح وانيا وكل طلاقة ثانية وقت طلاقة يوضع بجواب وقل اختيار تم كل طلاقة دا وانيا يعني اولا بجواب لبرا انتخابي كده وقاشان طلاقة دا وانيا يعني فسخ كده ولا وطئين ما موسى وطئ ايش هالوها هذي بي وطئ ايش هن جماعة كذن اما كجماعة يعني قلالتا ناريت الاختيار مثلا ابيني دجني بو هداني ما يعني هنا رشتوة الادوان يعني او جماعة المنظر اختيار مية هنا هدوان محتاجة بو جماعة هدوان تجي اختيار كم هذي وطئ ناريت الاختيار مزاني شنو وطئ ما موسى لألفاظي اختيار مية لألفاظي نكاحني إذا كبرى صبر جنبيني بروجي معي لغلاطي خنالت أول نكاح وانيا هل شو عند سلطان نكاحي شو وطأ نالت اختيار وانيا أعلم جوال بابتا إلى نشاء نالت الاختيار قد وطأ جماع لغلط الذن وانيا نالت الاختيار كبرى دجني هي بروات لا شوالي تبجى وشوالي عن اختيار كيف تشمتلايا بولي أن الاختيار إما كابتداء النكاح أو كاستدامته شنك اختيار كذن بالجماع ما موسى اختيار كذن بالجماع هذا هل جماع اختيار مية إما كابتداء النكاح يعني كل ثلاثين نكاح واساني أما كتابرا بروا جماع قال لك شيء كان بيجي واد أويت النكاح كذا وبوم وبوضع أو اختيار كذن هذا يبين شنك اختيار كذن وانية بوطاء إما كابتداء النكاح وانيا يعني وكو سلطان نكاح وانيا وانيا فسلطان نكاح بجمع خو حصل الله وانيا كابا لجي نكاحك جنك وطأك خبو حرام الله أو كاستدامتي يعني وكو دوام نكاحك وانيا يعني لإدامة دانا وانيا إذا مدانا طبعا شاك ما مثلا إذا مثلا كبا أفتي خوي أمجني طلاق ضابة طلاقك رجعي وانيه تاوكو مراجعين فانتخو حلال ناري توي بوطا خبوي حلال ناري توي وانيه بوطا وطا إتكابكا بوطا إن ناري تو يعني ناري تو أمني بجول اختياري كلكسو وانيه وطا اختيار مية سلتان نكاحا سلت دوام نكاحا وكل منهما لا يحصل إلا بالقول وانيا ابتداء نكاح ودوام نكاح وانيا هيش كمان حاصمة إلا باللفظ نبي وانيا واللفظ نبي بوي نكاح ناكري واللفظ نبي ناتو أي مراجعة في الكافة وانيا وذكر هذين من زيادة وانيا ولا زيادة أفهم ولا ظهار يا ولا ظهار ولا إلائي ولا ظهار وإلائي فليس باختياري نظهار نائلة أماني هيش كامل نظر الاختيار وانيا مثلا كارا وجنك يبغي شي بيجن لفظة في شيء أنت علي كظهر أمي أوظيها وانيا يعني إلى سين قابل جواجي مع اللي قمان هكذا وانيا وقت على الجماعة اللي قلنا كم سنة فأخونا بيتو اختيار وانيا جوال دوا اختياري كل جو وقول يتلا سلي خوي حلاني كل جو هذا يبي يا بوي مثلا أنتي علي كظهر أمي وقول ترى خوشت كني هذا يبي فما زال اختيار مين بقول لأنه ظهار محرم شو ظهار حرام وجنح كبير يشتكي حرام هذا يبي والإلاء حلف يا حلف على الامتناع من الوطئ هذا يعني إلى إيشين خوازن لسه خوراجتن لوطئ إجناكي وأني إيشين خواز لسه وكوا نزكاتي لغلانك لذا وكل منهما بالأجنبية اليق منه بالمنكوحة وأني
لي هل يبلغ هنا إلى زهارة وانيا بالنسبة لآفاتي كي بيغانا و فتر أل يقتلو فأنا وقل فتر تناسبين هيا عبيرين لأن أجا كابرا قرار خوي بقريتو خوي لآفاتي كي بيغانا بقريتو ناك جندر جنيخ حوالي خوي عبيرين كابرا بشاو لآفاتي كي بيغانا وخوي بقريتو وانيا يعني او الفاظ كايجيتي اجي بشتي تو وكو نظام شي دايكم واي حالي بشاو لبيغانا يك وابيته باشتي لك حالي نك بشاو لاشتي خويا وانيا فكل منهما بالاجنبيه اليخو منه ابن كوحتي يعني فاتت الناشيه ان قال عفاتي في بيغانا هي وانيا تاوك منه يعني من كل منهما بالمنكوحة أو منه يبلا كل تاجر تاوك تناصب يعني هبت بأفرتي حلال خويوة أو